عاد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى أرض الوطن بعد زيارته لدولة إريتريا ولقائه بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي ورئيس الصومالي حسن شيخ محمود. كما شهدت الزيارة عقد قمتين ثنائيتين مع كل من إريتريا والصومال، وكذلك قمة أخرى جمعت الدول الثلاث. غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الإريترية أسمرة في زيارة هامة تلبية لدعوة أخيه الرئيس أسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا. ولدى وصول سيادته العاصمة الإريترية أسمرة، كان في استقبال سيادته الرئيس أسياس أفورقي رئيس جمهورية إريتريا وعدد من رجال الدولة وأعضاء السفارة المصرية في إريتريا. حيث عزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين وتم استعراض حرس الشرف. حيث عقدت جلسة مباحثات موسعة أعقبتها جلسة ثنائية كما عقدت قمة ثلاثية ضمت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس الإريتري أسياس أفورقي والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود رئيس الصومال، وذلك في إطار حرص مصر الدائم على تعزيز العلاقات المشتركة بين الدول الثلاث. كما عقد مؤتمر صحفي لقادة القمة تناول سبل تعزيز العلاقات في مختلف المجالات بالإضافة إلى الأوضاع الإقليمية وجهود ترسيخ الاستقرار والسلم والأمن في القرن الأفريقي على النحو الذي يدعم عملية التنمية ويحقق صالح شعوب المنطقة. كما تم الاتفاق على إنشاء لجنة مشتركة للتعاون الاستراتيجي في كافة المجالات. وعقب انتهاء فعاليات القمة غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي العاصمة الإريترية أسمرة عائدا بسلامة الله إلى أرض الوطن.